عايز اسال شهاب فيما يخص مارسيل كولر تفتكر مارسيل كولر هو بيلعب مباراة الدوري دلوقتي هو لعب مباراه واحده جايه اهي وفي واحده تالتة هتيجي بعدها قبل مباراه الترجي يوم السبت ما بعد القادم ان شاء الله هل تفتكر بيفكر في مباراه الترجي ولا مركز في الدوري جدا؟ بدون ادنى شك بيفكر آه. واللي بيبين ده سالت لا, لا خالص أنا طبيعي انه يقول كده لكن آه. طبيعي في تحضيراته حتى مش شرط يكون هو عينه على مباراه الترجي بشكل كامل لكن في تحضيراته الفنيه سواء بالشغل التاكتكس نفسه بتاع الفريق داخل الملعب في النواحي الدفاعيه وفي النواحي الهجوميه هو عينه على مباراه الترجي اللي هي الاهم بالنسبه له اي نعم الاربع مباريات بتوع الدوري اللي هو بيلعبهم في الوقت الحالي مهمين وخد منهم ستة بونت وكان مهم ان هو يكسبهم عشان خاطر يفضل ان هو يعوض فرق النقاط مع المنافسين معاه على على بطوله الدوري لكن طبعا هو عينه على مباراه الترجي وبيحاول يحضر لها من دلوقتي وده باين مباراه الاسماعيلي وبان اكتر النهارده في عمليه تنفيذ الكرات الثابته يمكن اتكلمنا عنها بشكل أه في استفاضه كبيره في الحلقه اللي فاتت انا وجيمي واتكلمنا قد ايه الراجل بيحاول يوجد حلول للنادي الاهلي في الكرات الثابته لو جينا تنفيذ حتى الفاول اللي اتلعب الماتش اللي فات اتلعب بطريقه مختلفه عن دي لو نوقف بس ثانيه لا ارجع فريم ممكن نرجع فريم واحد بس بص نظره علي معلول هو هنا بيبص لمحمد عبد المنعم النظره بس بتاعه علي معلول هو بص على عبد المنعم عشان يتحرك في العمق داخل منطقه الجزاء عشان الكره تتعمل بشكل معين داخل منطقه الجزاء يمكن الكره دي لو نفتكر النادي الاهلي زمان ما بين جيلبرتو وما بين فلافيو كان دايما بتتعمل والاهلي يمكن سجل منها هدف في مرمى القطن الكاميروني في نهائي دوري الابطال فماتش في ماتش 2-0 في استاد القاهره حتى في تنفيذ الكرات ال... يمكن كره الهدف التنوع نفسه في التنفيذ بتاع الكورنر بقى مختلف انت حتى الفرق اللي انت بتلعبها مش عارف ان هيلعبوا الكره على القريبه ولا هتتلعب على البعيده ولا تتنفذ دبل باص في الكره دي اتصرف فيها وسام بشكل جيد انه بدا انه يلمس الكوره ويلعب على اللعيب اللي جاي من الكرة من, من على البعيده ونفذها محمود مطالب بشكل جيد الكوره دي هتلاقي يمكن دي كره الهدف بتتعاد تاني في كوره بعديها هتلاقي محمد عبد المنعم قطع على القريبه زحلق الكوره براسه دخل كملة كهربا فوق العرض هي الكوره دي تنفيذ اكتر من ممتاز يمكن تطبيق نموذجي للافكار اللي بيطبقها مارسيل كولر مع اللعيبه في عمليه تنفيذ الضربه الركنيه او الكرات الثابته اللي حوالين منطقه الجزاء وعمليه الاستغلال لمثل هذه الكرات انه يقدر يسجل منها اهداف وطبعا عينه هنا مش على نشاط الدوري بس هو عينه هنا على مباراه الترجي اللي هتخلص بتفاصيل معينه خاصه المباراه اللي خارج الارض اللي انت ممكن يجي لك كره ثابته زي كده لو انت بتجيد او بتنفذ الكرات الثابته بالاتقان اللي احنا شفناه في مباراه الاسماعيلي ومباراه النهارده بتاعه الجونه النادي الاهلي هيبقى عنده حلول تكتيكيه في الملعب كتيره جدا تسهل انه يسجل اهداف سواء في مصر او في تونس